يقولون لي قبل ما يطلعونا في الباص من السجن. من أي سجن تعرف؟ سجن نفحة. يعني أنت في أقصى الجنوب؟ نعم، في سجن نفحة الصحراوي. إمتى جابوك على سجن عوف؟ يعني تقريبا قبل ساعة، قبل 4 ساعات. كانت الدنيا نهار ولا ليل؟ لا ليل. الطريق كانت طويلة؟ تقريبا من ساعتين ونص لساعة ونص قاعدة في الطريق. كم واحد كنتوا؟ أنا الصغيرة كانوا بكت فيها أنا، كانوا فيها 8. 8 أسرى. بالسيارة ضربوكم يعني اعتدوا عليكم؟ يوم طلعونا على السيارة ضربونا وما رضيتش أوقع أوراق، ضربوني أخرى، قالوا لي وقع أوراق، قلت لهم بعرفش ذاكرة ولا أكتب، وما رضيتش أوقع أوراق. ويوم غدونا على الدكتور بس قالوا لي شو اسمك، ضربوني عند الدكتور، وبتفشوا شو بس في الأسرة قاعدين. شو وضع السجن النفحة الأسرة في السجن؟ والله كارثة، فيش شيء ولا شيء عندهم، حتى الأواعي فيش عندهم زي الأواعي الشتوية فيش عندهم. يعني الوضع مأساوي عندهم للآخر. يوم يعني تقريبا بفوتوا على أي قسم بسجن نفحة، يوم في قسم بفوتوا عليه بضربه أو بطلع على الزنازين، بوضع الأسرع على الزنازين. وإحنا بس يعني أهم شيء عند الصحافة بس تنشروا هذا الخبر، يعني إيش؟ إنه الأسرة بتعذبوا كثير، يعني كثير يعني بيشفزون مش شوي، يعني الأسرة بتعذبوا كثير.